ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المهندس محمد المداهم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية. أهلا بك معنا أستاذ محمد، شكرا على وجودك. دعني أبدأ بالحديث طبعا عن برنامج الرسوم، وأعلنتم بأن انتقال برنامج الرسوم بين مراحله يخضع للأثر الاقتصادي. ما الذي تقصدونه بالأثر الاقتصادي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. طبعا كما ذكرنا في المقال أو في الخبر الصحفي الصادر، في حال الانتهاء من فترة السنة للسداد ستستمر المرحلة الحالية، وبنفس الوقت سيتم دراسة ما الذي تحقق من الأهداف من تطبيق المرحلة في جميع المدن. القصد من الأثر الاقتصادي هو هل تم سد الفجوة بين الطلب والعرض؟ هل تم توفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة؟ هل هناك وفرة من الأراضي المطورة التي تخدم المواطنين؟ فينظر في جميع هذه العوامل والأهداف المرجوة من النظام، إذا تم تحقيقها يرسل طبعا للجنة المكلفة أو الجهة المكلفة مجلس الوزراء لمراجعة نتائج البرنامج، وهي تقرر إما تعليق الرسم وهو إيقافه مؤقتا في تلك المدينة، أو الانتقال إلى مرحلة تالية، أو الاستمرار في المرحلة نفسها. طيب، ماذا عن يعني عدد الأراضي التي تم تسجيلها خلال فترة 5 أشهر الماضية سيد محمد؟ وهل نتوقع مزيد أو ارتفاع مضاعف يمكن بالأراضي المسجلة خلال الفترة المتبقية؟ طبعا العدد في تصاعد، في منحنى تصاعدي. بالنسبة للعدد سنعلن الأرقام جميعها في تاريخ 14-15 من شهر ربيع الأول بعد انتهاء فترة التسجيل، ولكن ننظر يعني أنا خلال الأربع أسابيع أو 3 أسابيع الماضية تسجل فوق 25 مليون متر، فبالتالي المنحنى تصاعدي. أمس مدينة الرياض تسجل أرضين، طبعا غير الأراضي الصغيرة، أرضين كانوا 4 مليون، اليوم الصباح في أرض سجلت 2 مليون، فالمنحنى تسجيل تصاعدي. نعم سيد محمد، هل تسمعني؟ اي نعم اسمعك. اي تفضل، اخر جمله سمعناها انه منحنى تصاعدي بالنسبه لتسجيل الاراضي. نعم صحيح. نعم طيب تفضل، عم نسمعك استاذ محمد. اي زي ما ذكرت، هي في الاربع اسابيع الماضيه تسجل فوق ال 25 مليون متر، امس سجل فوق 4 مليون، اليوم الصباح فوق 2 مليون، فالارقام تزيد. انا اتوقع ان خلال 28 يوم الباقيه سيكون هناك مساحات اكبر مما تم تسجيله. طيب، يمكن حتى الآن أستاذ محمد في خلط لدى البعض ما بين الأراضي المطورة والأراضي الخام التي عم بيستهدفها نظام وزارة الإسكان، ممكن توضح لنا بس حتى يعني نفهم ما الفرق بين الأراضي المطورة وأيضا ما بين الأراضي الخام؟ طبعا بالنسبة للأراضي الخام، هي الأراضي التي يجب تطويرها وإخراج الخدمات والشوارع والمرافق للدولة منها، وتشمل الأراضي الخاضعة للتطوير حاليا أو الأراضي التي تم تطويرها ولم يتم استخراج المخطط النهائي المعتمد للمخطط، وبالتالي لم يتم إفراغ الأراضي الشوارع والخدمات للدولة. هذه هي الأراضي الخام. أما الأراضي المطورة هي الأراضي التي تكون في مخططات معتمدة، وبالتالي يمكن بيعها بكل يعني بشكل بقطع أو بشكل بلوكات. وأشكر وجودك معنا سيد محمد المداهم، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية، كنت معي عبر الهاتف.